صباح الخير لك المشاهدي الأخبارية السورية، يوم جديد وبداية أسبوع جديدة. تمنياتنا لكم بهذا اليوم وهذا الأسبوع يحمل معه كل الأشياء اللي بتحبوهم، وأكيد يحمل الحظوظ الحلوة لنا ولكم، وأكيد بالرزق الكريمة وجبران الخاطر. يومكم حلو، بلشنا مشوارنا الصباحي معكم، أكيد ضيوف من مجالات مختلفة وتقاريرنا من المحافظات السورية، بالإضافة أنه حيكون عنا وقفة لنعرف كيف حيكون أسبوعنا وحالة الطقس. ولكن أكيد صبح عليك يا هايتي، صباح الخير. صباحك، كيفك لليوم؟ تمام الحمد لله. والصباح الأكبر لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا وشو ما كنتوا عم تعملوا. يوم جديد وأسبوع جديد، إن شاء الله يا رب بنتمنى يكون حامل معه كل الخير والصحة والرزق وراحة البال للجميع. وأكيد مثل العادة محطاتنا عديدة ومنوعة، رح تكون اجتماعية طبية وثقافية أكيد، وباقة من التقارير بمحافظاتنا السورية كالعادة. خلونا نروح لفاصل صغير ومنرجع. أما هلأ مشاهدينا خلونا نروح لرزنامة التاريخ لنتعرف على أهم الأحداث اللي صارت بمثل هذا اليوم. خلونا نتابع. كل يوم تتوالد أحداث جديدة وبتتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة منسترجعها مع بداية كل صباح. اليوم بـ8 تموز خلونا نتعرف على أبرز هاي الأحداث. بمثل هاليوم من عام 951 تأسيس مدينة باريس الحديثة والتي أصبحت عاصمة للدولة الفرنسية، وبعام 1497 فاسكو دا غاما يغادر بأربع سفن من ميناء مدينة لشبونة متجهاً نحو الهند. بعام 1972 اغتيال الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني على يد الموساد الصهيوني بتفجير سيارته بمنطقة الحازمية قرب بيروت. وهاليوم شهد ولادة عدد من الشخصيات يلي كان إلها بصمة مميزة. بعام 1895 آيغور تام عالم فيزياء روسي وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء بعام 1958 لتفسيره النظري لظاهرة إصدار إشعاع شيرينكوف في الماء. من الشخصيات يلي شهدها اليوم على تاريخ وفاتها بعام 1972 الأديب الفلسطيني غسان كنفاني. أما هلأ خلونا ننتقل لمجموعة من المعلومات والخبريات بفقرة هل تعلم؟ هل تعلم أن مجرد سماعك صوت محبب من الممكن أن يزيل الضيق والاكتئاب بنسبة تتعدى 96%، وفي أحيان أخرى مجرد النظر لهذا الشخص قادر على إزالة التوتر النفسي؟ وهل تعلم أن 75% من ذكاء الطفل يكون مكتسب بشكل رئيسي من والدته؟ فالذكاء في الواقع يعتبر صفة وراثية وله قدرة فطرية تكتسب دائماً من جهة الأم، أي بمعنى آخر الطفل لا يرث الذكاء من أبيه إلا في حالات نادرة جداً لا تتعدى في المتوسط حالة واحدة من 2000 حالة. هل تعلم أن البكاء داخلياً أشد قسوة وألم من بكاء العين؟ فكثير من الأشخاص يبكون بقلوبهم في صمت بينما عيونهم تخفي ذلك، وهذا الألم يضعفهم صحياً ويزيد من التعب والألم ويكون مسبب معجل بالموت. فالبكاء داخلياً يعتبر أكثر سلوك يحطم نفسية الإنسان. وأخيراً هل تعلم أنه إذا أردت أن تعيش بعيداً عن الصدمات النفسية يجب أن لا تثق أكثر من اللازم ولا تحب أكثر من اللازم ولا تتأمل أكثر من اللازم، لأن زيادة المشاعر والتطلعات تزيد من الألم في النهاية. فالاستقرار النفسي يتحقق بوضع حدود للأمور وعدم انتظار أي شيء من أي أحد.
وأكيد قبل ما نبدأ أولى محطتنا لليوم خلونا نروح لتقرير مع دور الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يستقطب أساتذة وطلابا من جامعة تشرين في اللاذقية ضمن ورشة عمل حول تعزيز دور الجامعة في تحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وترابطاته مع التنمية المستدامة. تفاصيل أكثر من تابعها سوا بالتقرير التالي. دور الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يستقطب أساتذة وطلابا من جامعة تشرين في اللاذقية ضمن ورشة عمل حول تعزيز دور الجامعة في تحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وترابطاته مع التنمية المستدامة. قد يكون عمل جزء كبير من عملنا يصب به كان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكن نحن ما عم نقدر نربطه مع هاي الأهداف. مشان هيك شفتي الاهتمام واللي سمعناه اليوم من الشباب بأنه أوكي نحن عم نشتغل، ولكن ما كنا عم نربط. رح يكون مفيد اليوم بعد ما عرفنا عن آلية الربط وآلية تقديم تقارير على الأقل، كيف رح تكون هالقصة تصب بتحقيق هاي الأهداف. الهدف الأساسي منها هو تطوير أهداف التنمية المستدامة والخروج بمخرجات تساعد في تطوير هذه الأفكار وتقديم أفكار وطروحات جديدة من قبل الزملاء الطلبة المعنيين بحضور هذه الورشة، وكذلك من قبل الأساتذة للعمل على نقل هذه الأفكار وهذه المخرجات ليصار إلى تنفيذها على أرض الواقع. شعار التنمية المستدامة هو عدم ترك أحد خلف الركب، وبالتالي إشراك الجميع في قضايا التنمية ومشاريعها وبرامجها. ورشة العمل هذه هي الأولى وتأتي ضمن سلسلة ورشات عمل ستقام في باقي الجامعات، في جامعة حلب، في جامعة حمص وجامعة البعث إن شاء الله. مشاركات متعددة تقدم إغناء للمحاضرات عبر كوادر علمية من مختلف الاختصاصات. بهالطريقة هي نحن عم نتشارك مع منظمة أو مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكن في هذا الموضوع لتحقيق هدف مستدام من ناحية تخفيض نسبة الوفيات للأمهات والولدان حول الولادة ما حول الولادة. ونتمنى نطلع بنهاية مش هالندوة نطلع بشيء مفيد أو بشيء توصيات نقدر نطبقها على أرض الواقع، يعني مو بس يكون المؤتمر نظري، نطلع بتوصيات نقدر نطبقها بدور الجامعة في هالموضوع التنمية المستدامة. هذا موضوع كتير مهم، موضوع التنمية المستدامة يلي هو يعتبر مجموعة من الممارسات المتعددة بكل أبعادها البيئية الاقتصادية الاجتماعية من أجل ترشيد استهلاك الموارد المتجددة وغير المتجددة من أجل تلبية احتياجات الأجيال القادمة. المبادرات الشبابية تحظى بالاهتمام والتطبيق على أرض الواقع مع السعي لتطويرها عبر المؤتمرات التخصصية لتعزيز التنمية المستدامة وربط التعليم بمتطلبات واحتياجات سوق العمل بما يحقق الاستدامة في الموارد. مشاهدينا، بعام 2014 وتحديدا 15 تموز أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما عالمي لمهارات الشباب، إيمانا منها بأهمية ودور الشباب في نهضة الأمم وبناء المجتمع والارتقاء فيه، واحتفاء بالأهمية الاستراتيجية لتزويد هدول الشباب بالمهارات والإمكانيات اللازمة لتوظيفهم وتأمين فرص عمل ملائمة لهم. وأكيد كل هذا الشيء بهدف تحقيق ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل لشباب اليوم كوسيلة لمواجهة تحديات البطالة والعمالة الناقصة يلي للأسف رشا عم تواجه فئة كبيرة من الشباب. أكيد، ومن هذا اليوم أتاح اليوم العالمي لمهارات الشباب الفرصة وفرصة فريدة للحوار بين الشباب ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والشركات ومنظمات أصحاب العمل والعمال. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع وأهميته وأهمية هذا اليوم وأهم شيء بتنزيل نسبة البطالة بسوريا. أكيد ضيفنا لليوم هو الأستاذ عبادة دعدوش وهو الباحث بتطوير وتنمية مهارات الشباب. يسعد صباحك استاذ. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيك استاذ. اهلا وسهلا فيكم. بدايه يعني يمكن كلمه مهاره اكثر كلمه بنسمعها لما بندخل سوق العمل. اليوم حابين نركز على فئه الشباب ونحكي عن اهميه المهارات يلي لازم يكتسبوها وتعريف بشكل عام للمهاره.
تماما. هلا المهاره اول شغله هي مثل ما ذكرتي انه هو مصطلح يتكرر علينا دائما، ولكن كثير عالم ما بتعرف شو معناته. المهاره هي عباره عن خبره وقدره في مجال معين، معناتها هي خبرتك وقدرتك في هذا المجال، بنسميها الابيليتي اند الاكسبيرت. طيب النقطه اللي بعدها، اليوم هي الخبره شلون نحن بنكتسبها؟ بنكتسبها من خلال التعليم الممنهج، ومن خلال التمارينات، ومن خلال الاستمرارية في التمارين. فأنا اليوم من خلال التعليم ومن خلال التدريب ومن خلال الممارسة في العمل بقدر اكتسب الخبرة والمهارة. هي الخبرة والمهارة بتجي نتيجة شو؟ نتيجة التعليم والممارسة والتدريب المهني المستمر. بننتقل بعدها شو النتائج اللي ممكن تحصلها؟ بتحصل النتائج جميلة جدا، انه حيكون في عندك خبرة وقدرة عالية. فهون النقطة تبع تعريف المهارة. شو هي المهارات اللي احنا بنفضل انه كل شاب يكتسبها؟ انا بفضل انه كل شاب يحدد شو نوع موهبته عشان يعرف شو هي المهارات الانسب له. هون عم نجي على موضوع جدا مهم وجدا حساس، شو تعريف الموهبة وشو هي الموهبة، شو الفرق بين الموهبة والمهارة. الموهبة هي شيء فطري، قدرة فطرية موجودة عند الإنسان مكتسب. عمل المهارة هي مكتسبة، أنا بكتسب اكتساب ممكن ما تكون عندي أو ما عندي أجزاء منها، فأنا بدي أضطر أنه أتعلمها من جديد من الصفر فينا نقول. تمام، فهون نحن اليوم بنحدد أنه للشباب بنفضل أنه يفوتوا بمجال هن موهوبين فيه ويكتسبوا فيه مهارة، فهنا يتشكل الإبداع. فالإبداع هو عبارة عن موهبة زائد مهارة، فبنقدر نحن نكون الإبداع. فأنا بنصح كل الشباب أنه يحددوا نوع موهبتهم. طيب قبل ما نروح لأساسات ومقومات تطوير هي المهارة عند كل حدا من الشباب والصبايا، دائما ذكرت حضرتك بين الموهبة وبين المهارة في أساسات لنحن نقدر نعرف نحن شو توجهنا ونحن نعرف المهارة اللي نحن بنمتلكها. اليوم نحن كيف قادرين نكتشف هي المهارة؟ تمام، هلأ في 5 طرق أساسية لاكتشاف الموهبة والمهارة. خلينا نحكي بأكثر طريقة مشهورة هي التجريب. ممكن الواحد بيجرب عدة شغلات من هو وصغير، بيلاقي حاله بمكان معين مرتاح فبيفوت فيها. هي الطريقة جدا مهمة وجدا جميلة، ولكن ممكن أيام نقصد على سوق العمل هون أستاذ. تماما، إحنا اليوم ممكن ما نفوت عليها على سوق العمل وحتى على المهارات. ممكن أنا أروح على المهارات الفنية، ممكن أروح على المواهب اللي تكون رياضية. بتلاقي الطفل مثلا هو صغير أهله بيبعتوه على الرياضة، بيبعتوه على القتال، بيبعتوه بعدين على الفن، بعدين بيبعتوه على المهن. بجوز يفشل كل هدول. ممكن هلا ما حيفشل بكل هدول، لأنه كل إنسان موهوب ولكن موهبته مختلفة عن الثاني. أحيانا بكون الموهبة علمية أساس. تماما، موهبة علمية تماما، هي النقطة الأساسية. فنحن اليوم بدنا نجرب هي الطريقة الأولى. هلا هي الطريقة في إلى مساوئ وإلى محاسن. الطريقة الثانية هي الصدفة، وهي أكثر طريقة منتشرة، أنه بالصدفة فات في هذا المجال لقى حاله أو ما لقى حاله. النقطة الثالثة اللي هي نقطة مهمة جدا، أنا أطلب من كل الناس أنه ينفذوها. في عنا دائرتين، دائرة اسمها دائرة الإبداع ودائرة اسمها دائرة الجهد. دائرة الإبداع يوم أنت تلاقي إنجاز أكبر بجودة أكبر بمتعة أكبر بوقت أقل وجهد أقل. عما دائرة الجهد يوم أنت بتنفذ بجهد كتير كبير وبوقت كتير كبير بتلاقي إنجاز قليل وجودة قليلة ومتعة قليلة. فهون أنا بدي بعد عن هذا المجال. كيف منلاقي هذا المجال؟ أنا بفوت بالمجالات اللي أنا برغبة. مثلا أنا حابب مجال إعلام، شوف قديش أنا عم أقعد فيه، عم أقعد 4 ساعات 6 ساعات. مجال المونتاج عم أقعد فيه 4 ساعات 6 ساعات. فتت مجالات مهنية مثلا تعلمت على حلاقة، هل أنا مبسوط ومستمتع أنا عم نفذ هذا الشيء؟ إذا لقيت حالك مبسوط ومستمتع وعم تعطي إنجاز كبير بجودة عالية بوقت قليل، فمعناتها أنت مبدع وموهوب في هذا المجال، فخليك في هذا المجال واستمر عليه. كان الحب هون كتير بيلعب دور أساسي، وقت أنت بتحب تقدر تعطي بالشيء الإيجابي يعني. صحيح. والعكس صحيح. وهي النقطة أساسية إنه الإبداع يتشكل من 4 مهارات أساسية: الموهبة، المهارة، الشغف، الرغبة واللي هو الشغف، ثم الفرصة. الفرصة مهمة جدا وحنتعلم كيف ندخل. تمام، يعني فينا نقول هلا اكتشفنا الموهبة عند الشباب، كيف ممكن نطورها؟ أكيد هي اليوم بحاجة لمعارف، لخبرات، لمعايشة للوسط المحيط. خلينا نوضح من حضرتك شو هي الخطوات أو الطرق الأساسية اللي نحن لازم نتبعها لحتى نطور من مهاراتنا. تمام، أول مرحلة احنا اكتشفنا الموهبة أو اكتشفنا شو هي المهارة ممكن احنا نتعلمها. الموضوع الثاني اللي احنا بدناه هو تقبلها. شو معنى تقبلها؟ أنا بدي أتقبل هذا المجال، بعرف إنه هذا المجال ممكن صعب، بده وقت، ما في شيء بيجي على السريع. واليوم أغلبية شبابنا مستعجلين، بدهم بسرعة المصاري، بدهم بسرعة الشهرة، بدهم بسرعة إنه يكونوا أفضل ناس في هذا المجال. لا شيء يجي بسرعة،
كل شيء يحتاج إلى وقت، بمقدار الاستعداد يكون الإمداد، بمقدار العمل تكون النتيجة. الشغلات بدها وقت، بس بالأخير الإنسان بيصل، بس بيحتاج إلى شوية وقت. فأنا اليوم بدي أتقبل هالفكرة، بدي أتقبل شو مجال عملي، وبدي أتقبل المحيط اللي حوالي، إنه ممكن المحيط يكون سلبي، ممكن يكون داعم، ممكن ما يكون داعم. هذا الشيء لازم أتقبله وأعرف أتعامل معه. النقطة الثالثة اللي بعدها، أنا بعد ما أعمل هذا الشيء بدي بلش أدير مهاراتي. شو يعني دير مهاراتي؟ أنا حدد قديش عندي مهارات. والله أنا عندي مهارة مثلا تصوير، عندي مهارة المونتاج، عندي مهارة الإحلاء. أنا أي واحدة بدي أعتمدها؟ دائما مفضل أنه أعتمد الشاب لمهارتين، مهارة بتجيب الموني أي المال، ومهارة بتجيب الفني أي السعادة. ممنوع يشتت حاله بأكثر من هيك. ممكن نلاقي كتير شباب اليوم فايتين بعشر مهارات مع بعض، عشر أعمال مع بعض، فهن قاعدين بحالة تشتت، فهن لا اكتسبوا خبرة بمجال ولا قدروا يتطوروا بمجال. لا، نحن بدنا نحدد مجالين، واحد يجيب لك المصاري، واحد يجيب لك الفني. ممكن اليوم بعض الأشخاص بيقول لك التمثيل ما بيجيب مصاري، حلو خليه مع شغل تاني. فأنا بقدر فوت من هدول الاثنين، قدر أنا كون بعد فترة بالفني بتقدر تجيب مصاري كثير كبيرة، وهي النقطة الأساسية. بننتقل للنقطة الرابعة اللي هي تطوير المهارات. أنا بشوف شو عندي هدول المهارتين تبع الفني والموني، بدي بلش اكتسب شغلات جديدة. ليه؟ سوق العمل اليوم هو صعب جدا، والفرص خلينا نقول انه عم تقل. طيب كيف احنا بشكل عام عالميا هذا الشيء، ونسبة البطالة عم تزيد عالميا، نسبة التضخم. طيب اليوم خلينا نحكي عن هذا الشيء، كيف انا اليوم بدي واجهه؟ كل شاب بده يواجهه من خلال زيادة فرصه، من خلال زيادة مهاراته، فبصير في عنده شيء اسمه قيمة مضافة، added value. كل ما يصير عنده قيمة مضافة أكثر، كل ما بصير طلبه للسوق أكبر، والسوق بيتطلبه بشكل أكبر. فاليوم كل شاب لازم أنه يطور مهاراته حتى يتطلب السوق، حتى يكون في له طلب على هذا المجال. فمثلا أنا اليوم مثلا حكينا على التصوير، أنا اليوم لازم طور حالي بشغلات ما أنا موجودة في محيطي. ممكن أجيب أجهزة معينة، ممكن أتعلم على مهارات معينة، إذا أنا بالمونتاج ممكن أتعلم مونتاج جديد، أتعلم بعض الحركات اللي هي ما لها موجودة بالمحيط، فممكن أنا أنطلب بشكل أكبر وبمعاشات أكبر. النقطة الخامسة هي نقطة جوهرية، توظيف هدول المهارات اللي تعلمتها. في كتير شباب بيتعلموا بس ما بيعرفوا وصفه، لك ما في فرصة. أنا أنصح جميع الشباب أن يصنعوا فرصهم بأنفسهم ولا ينتظروا أحد لكي يطلبهم. كيف؟ أنا اليوم منتج، ساوي مونتاج لشركة ببلاش، تسويق لنفسك، وعمل علي أي كلمة وحتبعته، فبصير في عندهم معرفة بهذا الشيء. طيب بيقولوا لك تفضل تاني مرة، مضطرين يتعاملوا مع هذا الشيء. بعض الأشخاص بيقولوا لك هي الطريقة غير مجدية، بيقولوا لهم بالعكس، اليوم من أهم طرق لتسويق الذات هو أنه تقدم عملك وتورجي نماذج، بس أهم شيء تعرف تضل محافظ على اسمك. أنا ما بدي ساوي كل شيء مجانا، لا، بدي ساوي بعض الأمور لبين ما أطلق اسمي، أطلق شو هي خدماتي السوقية، ثم بدي أعرف سعر، وهذا الأمر اسمه تسعير الفرص وتسعير الذات وتسويق للذات. طيب هذا الكلام اللي عم نقوله كتير جميل، كونه نحن عم نحكي يعني بمهارات وتقييم، ولكن بنظرك استاذ اليوم هل سوق العمل او الواقع الاقتصادي بالبلد عم بيساعد الشباب ليكونوا ضمن هدول المهارات ويقدروا اليوم ما يتشتتوا؟ يعني ذكرت حضرتك نقطه انه اليوم عم نشوف الشاب بكذا عمل، يعني وهو المفروض يكون باثنين، يعني بين الشغف وبين المصاري يعني، ولكن اليوم ظروف الحياه عم تفرض انه يكون باكثر من مجال يعني، وهي المشكله هي عقبة كتير بشعة يعني، وما في حل. اليوم عم تقول اخلاقوا فرصة، لأن اليوم كيف أنا قادرة أخلق فرص من لا شيء يعني؟ تماما، جميل جدا. أول شيء الواقع 100% مثل ما حكيتي، ظروف صعبة، الإمكانيات قليلة، ولكن نحن في عنا خيارين، يا أما منكون قاعدين وعم نحكي بس بهذا الكلام من دون ما نتمرن، من دون ما نعمل أي شيء، وممكن بنفس الوقت نصنع فرص. أنا في عندي ومدرب عشرات آلاف المواهب موجودة في سوريا، واليوم حصلوا على جوائز عالمية، في منهم طلعوا على مستوى العالم بترتيبة عالمية، سواء بالفنون القتالية، سواء بالمونتاج، سواء بالتصوير. كمان هم موجودين ضمن هدول الظروف، حقلكم الظروف صعبة أوكي، بس هذا الشيء أنا اليوم لا يعني بأنه نوقف، لا، أنا لازم أسعى، ودائما من مقدار الاستعداد يكون الامداد. في نقطه مهمه كمان، انه انا ما اقعد مع مدراء الشركات بيقولوا لي ما في موظفين. فنحن اليوم قاعدين بمشكله انه الشباب بيقولوا لي ما في شغل، وبقعد مع مدراء الشركات بيقولوا لي ما في موظفين. بقعد مع اشخاص برا بيطلبوا دائما موظفين، لانه اليوم كثير بيطلبوا الموظفين، خصوصي لانه الشباب السوريين في عندهم مهارات عاليه، أكيد. فدائما بيطلبوا من برا، بيقولوا لنا انه ما عم نلاقي الشباب المهاراتهم عاليه. فنحن اليوم هو معادله صعبه، مثل ليش ما تكون معادله بين سوق العمل والرواتب يعني، كمان اليوم مشكله يعني، وقت انا بدي اطلب موظفين وتكون الراتب صحيح. اليوم ما بيناسب الوضع الاقتصادي، كمان مشكله هون، وهي مشكله كبيره جدا وانا معك فيها. بس انا حاقول لك شغله، يوم مدير الشركه او صاحب الشركه حتثبت له جدارتك،
انت حتمسكه ما هو بمسكك. يعني بقول لك شغله، اليوم في بعض الاشخاص موجودين ضمن عمل بياخذوا رواتب هي فلكيه، طيب شو السبب؟ بيقول لك انا ماسكه لصاحب الشغل بمهاراتي، بقيمتي مضافه، بمهارتي اللي ما حدا بيقدر يساويها، انا بتحكم فيه ما هو بيتحكم فيني. ليش قلت لك يجب على الشاب انه يخلق فرصته؟ شو معناته؟ انا اليوم ممكن اقدم شغله بشكل مجاني، يجي شخص يعطيني راتب قليل اقبل فيه اول مره، ثاني مره، ثالث مره، اقول له لا هالمره وقف عندك، صار وقت انا زود عليك. انت عم تربح الرقم الفلاني، يلا انت اليوم تقدر تصير تبازر. وللاسف احنا عم نحكي واقع، ولانه عم بحكي واقع انا مضطر اعلم الطريقه هي للاشخاص. يعني انا بدي يكون اليوم الشاب يجب ان يكون مدير، ويجب ان يكون محاسب، ويجب ان يكون مسوق، ويجب ان يكون مخطط لحاله بضمن هالظروف الصعبه. بعرف انه امر صعب ولكن ما له مستحيل أكيد. وبعرف انه هذا الشيء يجب انه نشتغل عليه، ويجب انه نشتغل عليه، وهذا الكلام الواقعي اللي ممكن تشوفه. فبعد فتره بتلاقي هو ماسك مدير العمل، وهو ماسك صاحب العمل، وبيشترط عليه السعر اللي هو بده اياه. فاليوم هي النقطة الأساسية لكل الشباب اللي يجب أن يعملوها، كل ما تطورت مهاراتكم أكثر وكل ما كنتم متميزين أكثر قلت منافستكم فيكم تتحكموا، أنتم ما تخلوا حدا يتحكم فيكم. تمام، يعني نحن يمكن عم نحاول نركز أكثر ونحكي عن المهارة والمواهب الموجودة عند الشباب، لكن خلينا ما ننسى كمان دور الدراسة الأكاديمية، الشهادة الجامعية، قديش هدول الأمور اليوم قادرين أنه يثقلوا المهارات عند الشباب؟ هلا بصراحة الدراسة الأكاديمية والدراسة الجامعية هي ثقافة عامة مهمة جدا، ولكن اليوم يجب أن تقترن بمهارات عملية. الجامعة بكل أنحاء العالم لا تقدم إلا المستوى النظري والثقافة العامة المهمة، لأنه في الشباب بتلاحظ أنه بيركزوا على شيء بيهملوا شيء تاني، يا بتلاقيهم عم يركزوا على مهاراتهم ومواهبهم، يا بتلاقيهم لا خلص مكتفين بدراستهم. نحن ننصح دائما أنه يكون في اثنين مع بعض، أنه يكون الدمج مع بعض، واليوم الأهمية أنه يكون في الاثنين مع بعض لأنه حيساعدوا بعض. أكيد. اليوم أنت لما يكون عندك مهارات عملية سواء من خلال مهن أو سواء تدريب معين وأخذت الدراسة الأكاديمية بترفع فرصتك في الدخول إلى سوق العمل بشكل أكبر. وأنا أنصح الشباب بفكرة، أنا لا أدعو دائما إلى عملية التوظيف قد ما أدعو إلى عملية أنه أنا لما أكون موظف أتمرن بهالوظيفة وأتعلم منها عشان أقدر أسس my own business، عملي الخاص. ممكن يكون شيء بسيط، ممكن يكون أونلاين لبرا. واليوم نحن في مجتمع قابل على الذكاء الاصطناعي، قابل على التجارة الإلكترونية، قابل على كل شيء منفتح على العالم. فيجب على الشباب أن يتعلموا مهارات التكنولوجيا، بدهم يعرفوا أكثر شو هذا الذكاء الاصطناعي، شلون أنا بقدر وظف هذا الذكاء الاصطناعي في عملي. اليوم في كتير مهن مهددة بالالتغاء وبهددة بالانقراض من وراء الذكاء الاصطناعي. فأنا اليوم كشاب يجب علي أنه أعرف هدول المهارات. طيب هدول المهارات شو بدي تعرفهم؟ بدي أعرفهم من خلال الجانب الأكاديمي، بدي أحضر دورات بهذا المجال، بدي أعرف في هذا المجال. فأنا يجب علي أنه أتوازن بين المهارة النظرية والمهارة العملية، أو الخبرة العملية والخبرة النظرية. يعني تزيئاً على كلامك، اليوم معظم الشركات وسوق العمل عم يطلب المهارة قبل والخبرة قبل الشهادة الجامعية. خلينا نروح هيك بسؤال لأهمية هذا اليوم العالمي لمهارات الشباب، قديه هو اليوم مهم؟ طبعاً هو له أهمية كتير كتير كبيرة لسبب بسيط جداً، بأنه اليوم كل الشباب هم نبراس المستقبل. يعني أنا ما فيني حدد مستقبل الزمان إلا من الشباب. فأنا اليوم إذا ما اعتنيت بالشباب فإذا مستقبلي هو مدمر. فاليوم يجب علينا جميعا أن نعتني بمموضوع الشباب، لأن الشباب هم مستقبلنا. اليوم الشباب متشتتين بين الاستعجال في كسب المال، بين بعض الأمور الخاطئة. في منهم من عم يكون عم يمشي صح بحياته ولكن ما عنده التراتبية الصحيحة، ما عنده الوعي الكافي. فكان هذا اليوم هدفه الأساسي هو التوعية في مجال معرفة مهارات الشباب واكتساب مهارات الشباب، وتعرفة كيف احنا بنقدر نكتشف مواهبهم ونطورها، وحتى نعطي فرصة جديدة للشباب لأن يجدوا مكانهم في سوق العمل. فهذا اليوم جدا مهم، له نتائج عملية كتير كبيرة على التنمية المستدامة وعلى تطوير المجتمعات وعلى فهم الشباب لأنفسهم وعلى بناء المستقبل المشرق. تمام، يمكن أكثر سؤال شائع بخصوص هذا الموضوع أنه نحن شو المهارات اللي بيطلبوها دائما بسوق العمل بأي مجال؟ خلينا نوضح أو نعدد هي المهارات. اليوم ممكن عندنا مهارة التواصل، مهارة المرونة، خلينا نوضح شو أهم هي المهارات اللي لازم الشخص يلي بده يقبل على عمل يكون موجودة عنده. تمام، هلا اليوم مهارات كثيرة بصراحة لأنه الظروف صعبة، فالواحد بده يضطر إنه يتعلم كثير مهارات. أول مهارة أنا بنصح فيها كل الشباب إنه يتدربوا عليها من هلا هي اللغة. اللغة هي المهارة الأساسية. خاصة بدي أتعلم الإنجليزي. تمام، وخاصة هلأ إنه صار ثلاث أرباع الحياة معتمدة على الإنجليزي أو الفرنسي أو الروسي، أي لغة سواء كان حسب اختصاص الواحد أو حسب توجهه. صحيح. إذن اللغة هي نقطة مهمة جدا مشان المراسلات مشان العمل. النقطة الثانية هو الإكسل أو
اللي هي برامج الكمبيوتر، هن مثل اكسل وورد، ممكن انا باوربوينت، ممكن انا اشتغل عليهم اتعلم عليهم حتى لو شيء بسيط، لانه اليوم اي وظيفه بتتطلب هدول المهارات، واي وظيفه لازم انت تعرف اقل شيء فيها. النقطه الثالثه اللي هي مهاره اساسيه جدا هي مهارات التواصل والعمل مع الفريق. شو معنى العمل مع فريق؟ ممكن الاقي بعض الاشخاص بيقول لك انا بعرف اشتغل بس ما بعرف اشتغل مع حدا، بعرف اشتغل لحالي. بسوق العمل هذا الشيء شوي بيساوي بعض المشاكل سواء هون او سواء برا. فانا اليوم بنصح الشباب بانه هدول الثلاث مهارات بشكل اساسي يعتمدوا عليها، هدول اضافيه فوق مجال اختصاصهم. كل ما كان اختصاصهم توسعوا فيه اكثر وحصلوا على خبرات اكثر، كل ما اخذوا نتائج افضل. ممكن انه نضيف عليهم المونتاج، ممكن نضيف عليهم جرافيك ديزاين، بس هدول الشغلات ليست اساسيه كمثل هذول الثلاثه المهمين. اليوم من النقاط الرابعه اللي بنضيفها هي تعلم او الفهم في الذكاء الاصطناعي في مجال عملنا. يعني شو ممكن يساعدنا الذكاء الاصطناعي؟ اليوم التحرير صار ممكن انت تراسل مع شيء تطبيق اسمه جي بي تي، ممكن انه يكتب لك كافه المحور اللي بدك تعده، ممكن انت تقول انا بدي اسوي مقاله يقعد يسوي لك المقاله. فانت اليوم لازم انه تفوت هالمهاره الجديده، غير المهارات تبعاتك اللي لازم انه تطورها بشكل مستمر. طيب سريعا هيك بالوقت المتبقي، ما بين الايجابيات السلبيات العقبات والحلول، يعني خلينا نقول خلينا حلول جزء اسعافيه ضمن الواقع اللي عم نعيشه خاصه الاقتصادي اليوم، شو بتحب توجه بعض النصائح بعض الرسائل للشباب؟ النصيحه الاولى بانه الاستثمار الوحيد الذي لا يخسر هو الاستثمار في الذات. انا بعرف انه الظروف صعبه كثير، بعرف انه الوضع سيء وهذا الشيء على الجميع بكل انحاء العالم، ولكن يجب على انه كل شاب انه يستثمر في ذاته بدل ما يستثمر في بعض الامور الخاطئه. استثمر في ذاتك. شلون بستثمر في ذاتي؟ شان كلمه استثمار في الذات، يعني انا اليوم اصرف وقتي وجهدي ومالي حتى لو كان قليل على تطوير مهاراتي اللي انا موهوب ومبدع فيها. ما حقول لك حتجيب نتيجه بعد سنه، ولا حقول لك حتجيب سنه بعد سنتين، حتلاقي بعد 3-4 سنين حتلاقي نتائج كثير كبيره، وهذا الشيء عم نشوفه من خلال تجارب كبيره. بس على شرط انه تضل مستمر ودائما في عمليه تطور مستمر، وارجو من كل الشباب انه يحددوا مجال يجيب لهم المال ومجال يجيب لهم السعاده. واهم من ذلك إذا دائما يعتمدوا على العلاقات، لأنه العلاقات وبناء العلاقات بيقدر يساعدهم في استحضار مال بشكل أسرع حتى يقدروا ينفذوا أحلامهم. أكيد. يعني بختام حديثنا معك حكيت كلام كتير مهم للشباب، وفعلا اليوم عندنا شباب موهوبين ومميزين، نتمنى أنه نستثمر طاقاتهم وإبداعاتهم بمجالات العمل. شكرا لك نورت صباحنا. أهلا وسهلا وصباح الخير. شكرا لك أستاذ، ودائما نحن بنقول خلق فرص العمل وسوق العمل يعني وتهيئة الفرص المناسبة. نحن عندنا اليوم مهارات وقدرات بحاجة لشوية دعم. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. أما نحن مكملين بصباحنا لليوم، ولكن خلينا نروح لموجز لأهم الأحداث لليوم مع زميلتنا شيرين مصطفى. يسعد صباحك يا شيرين. صباح الخير رشا، صباح الخير هادي. مشاهدينا موجز لأهم وآخر الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. قتل عدد من الإرهابيين مع متزعمهم وأصيب آخرون خلال تصدي الجيش العربي السوري لمحاولة مجموعة إرهابية التسلل فجر اليوم إلى محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي. وأعلنت وزارة الدفاع في بيان لها أن وحدة من قواتنا المسلحة تصدت فجر اليوم لمجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى إحدى نقاطنا العسكرية العاملة على محور كبانة في ريف اللاذقية الشمالي، موضحا أن تصدي وحدات الجيش أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين بينهم متزعمهم الملقب بأبو رواحة. خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأدرية باكو، التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد وزير خارجية نيكاراغوا دينس كولاندريس، وبحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون والتنسيق بين دول حركة عدم الانحياز، وخاصة في ظل تحديات ومحاولة الهيمنة والتدخل في شؤونها الداخلية التي تتعرض لها. كما بحث الوزير المقداد مع وزير خارجية بيلاروس
روسيا سيرجي إيلينيك القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع باكو والتطورات الإقليمية والدولية، وكانت وجهات النظر متفق بشأن أهمية مواصلة النضال نحو عالم متعدد الأقطاب أكثر عدالة ومساواة بين الدول. وأكد الوزيران على عزم البلدين مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وفي نفس السياق التقى الوزير المقداد مع نائب الأول وزير خارجية كوبا، حيث أكد الجانبان على ضرورة التمسك بأهداف ومبادئ حركة عدم الانحياز وتعزيز التضامن بين دول الحركة أكثر من أي وقت مضى، وخاصة في ظل التحديات العالمية المتنامية. أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة أهم شيء بالنسبة لبلاده، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك ممكن بطرق مختلفة، وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يشارك الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وجهة نظره بأن الوضع في أوكرانيا يجب أن يتغير بحلول فصل الخريف وأنه من الممكن أن تبدأ مفاوضات، قال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: من المهم بالنسبة لنا أن نحقق أهدافنا، ويمكن تحقيق هذه الأهداف بطرق مختلفة. وفي خبرنا الأخير، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد كبير البلدة القديمة وحاصرت منزلا وأطلقت باتجاههم وابلا من الرصاص، ما أدى لاستشهاد الشابين حمزة مقبول وخير شاهين، إضافة إلى إصابة 3 آخرين جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المكثف تجاه الفلسطينيين. ختام الموجز، والآن عودة إليك رشا. شكرا لك شيرين، وبقيت نهار حلو لك كمان. احنا مكملين بفقرات صباحنا لليوم، وقبل ما نروح لمساحة جديدة ضمن صباحنا أكيد حنروح على نعرف أكثر عن حالة الطقس ضمن الأسبوع، كونه نحن ببداية الأسبوع يا هايدي. أكيد كل سبت نحن عنا بنتعرف على أحوال الطقس مع اتصال مباشر مع أستاذ حسان جردي. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير. صباحك يا هلا. صباحك أستاذ. يعني شفنا خلال هالأسبوع الماضي درجات الحرارة كانت مرتفعة بشكل كبير، حتى يمكن بالليل كانت معود الأجواء تكون نوعا ما فيها نسمة برودة، لكن هلأ عم نشوف أنه لا، لسه في درجة حرارة مرتفعة. خلينا نوضح أكثر كيف عم تكون درجات الحرارة، وخصوصا نحن هلأ يمكن بفترة عطلة والناس سافرت يعني وطلعت على الساحل. خلينا نوضح درجات الحرارة بمحافظتنا السورية. بداية صباح الخير من جديد إليك زميلتك الأخبارية السورية. بشكل عام نحن بلشنا في فصل الصيف وبلش تأثير انخفاض الموسم الهندي اللي بيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة المرتفعة ببعض الأحيان. هلا بتلاقى البلاد تحت تأثير هذا انخفاض الموسم الهندي بتطلع عن انخفاض بتيارات جهودية رسمية لطبقات الجو العليا. بشكل عام كان في ارتفاع بدرجات الحرارة الفترة الماضية، ولكن من امبارح بلشت حرارات تميل للانخفاض بشكل تدريجي. اليوم الحرارات راح توالي انخفاضها، ستصبح حول المعدل مثل هذه الفتره من السنه. الاجواء بشكل عام عم تكون صيفيه حاره نسبيا باغلب المناطق، بينما تكون بالمنطقه الساحليه اجواء صيفيه عاديه غائمه جزئيا مع فرصه ضعيفه لهطل زخات خفيفه من المطر بالمرتفعات الساحليه تحديدا. واما بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه السوريه عم تستمر الاجواء السليميه المبرره والحاره بهذه المناطق. نسبة الرطوبة السطحية عم تكون مرتفعة تحديدا بالمناطق الغربية، وخلال ساعات الليل تحديدا بالساحل بالمناطق الغربية بالمرتفعات الجبلية عم تكون الأجواء لطيفة ومعتدلة، ولكن بدءا من اليوم راح تكون خلال ساعات الليل في أغلب المناطق أجواء لطيفة ومعتدلة، والرياح عم تكون غربية إلى جنوبية غربية مع هبوط نشطة في بعض الأحيان، خاصة خلال ساعات بعد الظهر تتجاوز سرعة الهبة أحيانا 60 كيلومتر بالساعة تؤدي إلى إثارة الغبار ببعض المناطق الداخلية. بحر خفيف ارتفاع الموج، درجة حرارة مياه البحر 26 درجة مئوية. نسبة رطوبة مرتفعة تحديدا بالمنطقة الساحلية تكون تتراوح بين 50% إلى 85%، مما يؤدي إلى إحساس آخر بدرجات حرارة غير درجة الحرارة اللي عم تسجلها. نهار بكرة حتى يوم الثلاثاء تقريبا منتصف الأسبوع بتصير درجات الحرارة بالانخفاض،
ستفتح حول المعدل او تكون ادنى من المعدل بقليل، والاجواء بتكون اجواء صيفيه عاديه الى قتله نوعا ما بين الصحوه والغائمه جزئيا، مع استمرار فرصه الهطل المطري على شكل زخات محليه متفرقه من المطر تحديدا بالمناطق الساحليه بالمرتفعات الداخليه، بينما تبقى الاجواء السليميه المغبره بالمناطق الشرقيه والجزيره والباقي. خلال ساعات الليل راح تكون الاجواء لطيفه نوعا ما ومعتدله مع نسبه رطوبه مرتفعه بالمناطق الغربيه، ممكن بالمرتفعات الجبليه خلال ساعات الليل نهار بكره، من بكره حتى يوم الثلاثاء تكون الاجواء اكثر تحديدا، يعني برود النسبه تكون طارئه اكثر من باقي المناطق، تحديدا خلال ساعات الليل من بعد منتصف الليل حتى ساعات التبريد الاعظم، من نهايه اسبوع الاربعاء حتى الخميس ترجع الحراره تبلش بالارتفاع حتى تكون حول المعدل او تكون بنهايه هذا الاسبوع اعلى من معدلاتها بخليل مدينه دمشق. حراره على اليوم المتوقع هي وسائر المناطق، العاصمه دمشق 35 20، القنيطره 29 19، القلمون 28 16، درعا 35 20، السويداء 30 13، المنطقه الوسطى حمص 31 21، حماس 36 22، منطقه الجزيره محافظه الحسكه 39 26، اجواء شديده برا واجواء عم تكون حاره بهيدي المناطق، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 31 25 بشمال حلب، 35 23 ادلب 32 22 دير الزور المنطقه الشرقيه رصة، المكمل اجواء شديده مغبرة وحراره 41 ل 27 درجه، في الباديه السوريه مدينه تدمر 38 تنخفض خلال ساعات التبريد الاعظمي لل 24 درجه مع اجواء شديده مغبره بهيدي المناطق. مثل ما تعودنا خلال هيدي الاجواء وبفصل الصيف دائما نتمنى من كل المواطنين عدم اشعال الحرائق نتيجه انتشار الحرائق، ان كان بالغابات بالاراضي الزراعيه بالمناطق الحراجيه بسهوله، تحديدا بهيدي الاجواء ومع الوجود بالحرارات اللي تكون مرتفعه، من الاجواء السليميه المغبره بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه التي تؤثر سلبا على مدى الرؤيه الافقيه وعلى الناس اللي عندهم مشاكل بالجهاز التنفسي وحساسيه تجاه. نعم استاذ حسان الجندي، شكرا لك المعلومات اللي ذكرتها، ومثل ما فهمنا من حضرتك انه حيكون في بعض الانخفاض لدرجات الحراره ورح نرجع نشهد ارتفاع نهار الاربعاء. دائما بفتره الصيف وبارتفاع درجات الحراره صرنا نتخوف من الحرائق اللي مرقت بالسنوات الماضيه، بنقول بردا وسلاما اكيد على سوريا الحبيبه. شكرا لك استاذ حسان، نحن مكملين بصباحنا لليوم، وقبل ما نروح لفقرتنا الرياضيه ونحكي اكثر عن الصيف والسباحه والرياضه، خلينا نروح لتقرير من مدينه حلب. وسط أجواء احتفالية قامت طائفة الأرمن البروست تانت في سوريا بتدشين مقر الطائفة الجديد في حلب، وذلك في مقر كنيسة بيت آيل بمنطقة التليفون الهوائي. تفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. وسط أجواء احتفالية قامت طائفة الأرمن البروتستانت في سوريا بتدشين مقر الطائفة الجديدة في حلب، وذلك في مقر كنيسة بيت إل بمنطقة التليفون الهوائي. المساحة الطبيقية لهذا البناء 600 متر مربع. بالحقيقة نحن وقت اللي بلشنا العمار وكل شيء دمروا وخربوا المجاميع الإرهابية نحن ما وقفنا حدا. مبنى يتألف من ثلاث طوابق، مكاتب وصلاة وغرف اجتماعات وصلاة متعددة الأغراض، وبنفس الوقت هيدا المبنى بده يهدف لجمع جميع أطياف المجتمع الحلبي لنقطة حوار، وبنفس الوقت بده يكون هون هالبيت الواضح والبيت السالم مشان الناس ترجع تلتقي مع بعضها. وتم عرض فيلم وثائقي قصير يروي مسيرة عمل الطائفة على مدى السنوات السابقة وتطلعها لتحقيق المزيد من التقدم في شتى المجالات. بهالمبنى بده يصير في دورات تأهيلية لمعلمين ومعلمات المدارس لإعادة تأهيلهم تربويا وبالأخص للبرامج التربوية الحديثة، وكمان بده يصير في دورات تأهيلية وتربوية والنفسية للدعم النفسي لنفس الطلاب المدارس وأطفال المجاورة في هذا الحي. فهون بده يكون نقطة حوار، نقطة تلاقي، وكمان المكاتب بده يخدم بشكل أفضل وأوسع جميع الشرائح المجتمع الحلبي من مشاريع إغاثية اجتماعية. خطوة تحمل مزيدا من العمل والإصرار إيماننا بأن الأرمن هم جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي السوري.
وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب. أما هلا حنروح لمساحة وقت منقول صيف منقول فورا عن رياضة السباحة، وفي ناس كتير بتحب هاي الرياضة، وخاصة وقت اللي بتكون الأم حابة تصنع من ابنها بطل، فبتروح لهيك لعمر كتير صغير لتدخله نوادي يخضع لكورسات تدريب سباحة. بالإضافة إنه أكيد اليوم السباحة هي مو بس إنه رياضة ولياقة بدنية، أكيد هي بتشد الجسم، وخاصة إذا كان اليوم في نظام غذائي عم بيرافق هاي الرياضة. خلينا هيك رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع هايدي. اكيد اكيد. ويمكن رشا اكثر جمله بنسمعها لما بدنا نسبح، انت بسرخي حالك المي لحالها بترفعك، قديش الجمله اليوم غدرت فينا وقديش فعلا ورجتنا انه في اشخاص ما بيعرفوا يسبحوا، رغم بدها قوه قلب. يعني القصه يمكن هي ببعض الاحيان حلوه، الواحد يجاز بالقصة، يعني حلو. اكيد ما رح يغرق بشبر مي طبعا، بس يمكن هذا الشيء بخوف كثير من الناس، ونحن اكتشفنا انه كثير من الاشخاص فعلا ما بيعرفوا يسبحوا ولو كانوا بعمر كبير، لهيك كثير مهم انه نحن نتعلم رياضه السباحه، والاهم نعلم اطفالنا من عمر صغير لفوائد السباحه العديده، ان كانت على الصعيد النفسي والجسدي. خلونا نحكي اكثر مشاهدينا عن اهميه رياضه السباحه وكيف ممكن نمارسها وكيف ممكن نمتلك القواعد الأساسية للسباحة. كل هي التفاصيل مع ضيفتنا يلي صارت ضمن الاستوديو، مدربة السباحة سنابل سلمان. يسعد صباحك كوتش. صباح النور. صباح الخير. صباح الخير. كيفك كوتش؟ الحمد لله تمام. تمام؟ تمام الحمد لله. هلا دائما بنقول السباحة الناس بتروح انه انا رايحة غير جو، انا رايحة اعبي وقتي، ما عندي شيء اخذي ابني على المسبح، اخذي رفقاتي، ولكن هي يعني بالنهاية هي رياضة. صح. خلينا نحكي عن هاي النقطة. هلا بداية هي رياضة السباحة هي من الأنشطة البدنية الفردية يلي دائما في مثل ما قلتي كثير قسم من الاطفال بياخذوا للمتعه وقسم لا، هن بالاساس اول ما يدخلوا بيكون عندهم طموح انه انا بدي كفي بالسباحه، بيكون نتيجه متابعه الاهل، دائما الاهل بيكون عندهم متابعه، مثلا شوف هذا المقطع، نتيجه الفيديوهات اللي بيورجون اياها، هذا الشيء كله بيعمل له دافع للطفل. ودائما هلا السباحه هي مو بس عم تكون للاطفال، كمان للسيدات، لانه من قبل كان في دائما مفهوم شائع او خطا شائع خلينا نقول انه خلص انت تجاوزت هذا العمر ما فيك تسبح، وهذا الخطأ الدائم بيكون بالعوائل غالبيتها. هي رياضة السباحة بالاساس الشيء المميز فيها انه كل الفئات، مختلف الفئات العمرية بيقدروا يتدربوا، بيقدروا يوصلوا لمراحل كتير متقدمة بالسباحة، وبنفس الوقت كمان هي لكلا الجنسين سواء ذكور أو إناث، يعني ما أنا مخصصة بس للذكور مثل قبل، يعني مثلا من الأيام اللي قبل كانت إنه بس للذكور، هلا الأكثر البنات ما؟ هلا صاروا أكثر شيء بالأساس، لأنه البنات هلا كتير بيرغبوا لها بمختلف الأعمار، لأنه أول شيء هي عم تكون عم تروح التوتر، عم تروح القلق، بتخفف بآلام الدورة الشهرية عند السيدات، عم تروح تنظم الهرمونات عند السيدات. هلا والسيدات دائما هن اكثر شيء بحاجه لانه يتخلصوا من التوتر، يعني التوتر دائما عليهم اكثر من غيره. حكيت يعني اليوم معناتها بنقضيها سباحه، نقضيها سباحة هي لانه بالاساس عم اقول لك بتروح لك التوتر بالاساس المي، قد هي كمان البنت بدها تنحف تشد جسمها تعمل العضل بالمكان الصح تماماً. يعني هي عم اقول لك هلا هي دائما السباحه بيقولوا لك انا رايحه بدي ريح نفسيتي، بدي روح اسبح. هلا الغرق هو شيء ثاني، هي دائما موضوع الخوف. خوف هو السبب الاساسي بالغرق، هو الخوف دائما. يعني فعلا مثل ما ذكرتي عن اليوم فوائد كثيره لرياضه السباحه، ويمكن أكيد اغلبنا بيتجاهل هي الفوائد. خلينا نحكي ونتعرف عنك اكثر ككوتش، ايمت بلشتي بهذا المجال؟ ايمت بيتم التدريب؟ من هنون الفئه العمريه اللي بتدربيها؟ نحكي بشكل عام. انا هلا بلشت بحبي للسباحه من وقت اللي كنت صغيره، من خلال الدورات الصيفيه اللي كنت سجلها، بعدين بس وصلت للبكالوريا حسيت انه انا حابه اروح بمجال الرياضه، فدخلت درست كليه تربيه رياضيه بجامعه تشرين، تخرجت منها وهلا سجلت حقوق عم بدرس كمان. فبس حسيت وقت دخلت على الكليه السباحه حبيتها زياده مع الدكاتره اللي كانوا يعطونا اياها، حبوبوني فيها زيادة، فخلص قررت أني أنا الدورات كلها اللي بتحتاج السباحة لحتى أكون مدربة متمكنة بدي أعملها، وهذا اللي صار. الفئات العمرية أخذنا من 3 سنين وفوق، يعني في لحد 50 سنة عم يكون في متدربين. حلو.
غالبيتهم عم يكون انه بدي يدرب جسمي، بدي هلا السيدات غالبيتهم بدي شد جسمي، بدي يكون في عندي نتيجة القعدة الطويلة كله بيكون صار عنده وجع الكتاف في الحنية كله بيصير، يعني هي مو بس بقى بتصير ترفيهية كمان بتصير علاجية. أكيد علاجية، ولكن صنابل وقت المنقول صبية اليوم عم تروح لفوائد جسدية وبدنية، اليوم كمان العمر بيكون له دوره، يعني أنا أكيد بلش بعمر صغير حتكون الفائدة أكبر ونتائج إيجابية أكثر. أكيد. غير يعني اليوم السيدة عم تحسي في معاناة لتقدر تحصل على النتيجة اللي هي كرمالها، يعني دخلت هذا المجال هلا يعني في صبايا يروحوا رايحين بس كرمال ينزلوا وزنهم وشدوا جسمهم من الآخر. يعني هلا اول شغله اللياقه البدنيه كثير بتلعب دور بالعمر، هي اول شيء. ثاني شيء وقت انت بيكون في عندك طفل من الاول عم تبني فيه، يعني مثل البنايه وقت انت اول شيء بتبلشي تاسسي فيها اساسات صح، فانت الطفل من الاول عم تبلشي تاسسي فيه اساسات صح، مجرد ما بلشتي تاسسي خلص هو لقدام. يعني حتى الاطفال او السيدات اللي بيسبحوا دائما بيكون في عندهم مقاومه للامراض اكثر من غيرهم، اكثر من الاشخاص اللي ما بيسبحوا. فانت وقت بدك تمشي فيه انه اكيد اختلاف الاعمار بيلعب دور، بس حتى مع السيدات ما عم بيكون في هلا ممكن انه تحكي مع السيده الا حكي هيك هي رح تفهم علي فورا بعكس الطفل اللي انا بدي اشي حد له ايده. النتيجه الفائده يمكن تكون اكثر لو بعمر أكيد. اقل اكيد، بس هذا ما بيمنع انه هن ما يمارسوا رياضه، لانه في عالم بس يسمعوا انه ما في فائده مثل الطفل فبيقولوا لك لا انا ما بقى بدي مارس. لا اكيد في فائده، ولكن مثل ما قلتي دائما الاساسات كثير مهمه. تماما اكيد. يعني اليوم اكيد عندنا انواع عديده من رياضه السباحه، خلينا نعددها وخلينا نعرف شو هي اصعب انواع هي الرياضه وشو اسهلها، كيف بيتم التدريب عليهم، كيف بتدربوهم، شو القواعد او الخطوات. هلا بدايه هي انواع السباحه اربعه، سباحة الحرة، سباحة الظهر، سباحة الصدر، وسباحة الفراشة اللي هي تعد كتير أصعب السباحة. وحتى بحرق السعرات الحرارية هي من أكثر السباحات اللي بتحرق. يعني مثلاً أنت عندك خلال 30 دقيقة من ممارسة السباحة عندك سباحة الصدر ممكن تحرق 200 سعرة حرارية، سباحة الظهر 250 سعرة حرارية، وسباحة الحرة 300 سعرة حرارية، سباحة الفراشة 450 سعرة حرارية. هي كله خلال 30 دقيقة، يعني نحكي خلال 30 دقيقة بس، هي السعرات اللي بتنصرف خلال هاي الفترة. بس كسباحات نحن أول شيء منبلش ندرب، وقت بدنا ندرب أي عمر أول شيء أنا بدي أخذه للطفل الشيء الأساسي إنه أخلق ثقة بيني وبين المتدرب اللي عندي. مجرد ما انخلقت هاي الثقة فخلص أنا قسم كتير كبير من التمرين رح يريحني بداية. فأول شيء أنا بدي أقوله إنه الخوف من المي اللي هي المشكلة الدائمة عنا، الخوف من المي. الطفل بيجي في اولاد حتى من الحمام وقت بدهم يتحمموا بيكون عندهم خوف كتير من المي. كثير شائعه يعني بياكل قتله هو عم يتحمم كثير. فانه هن بالاساس اول شيء بنبدا معهم انه انت ما بيصير تخاف من المي. هنن يمكن بيقلدوا اهلهم، يعني اذا كانوا الاهل خايفين هنن بشكل طبيعي ممكن يتقلدوا باهلهم. صح صح، لانه بنشوف كثير كبار بالعمر فعلا بيكونوا خايفين. في كثير مثلا اهل بيجوا مع اولادهم الولد بس يكونوا اهله ما معه بيكون ماشي هيك، بس يكونوا الاهل موجودين ببلش هي تبع الدلع انه لا ما بدي انزل وبدي وبابا. اليوم هاي النقطه صنابل كثير مهمه، اليوم انا بدي اخذ طفلي على مسبح وهو ما بيعرف شيء. هلا بنرجع بنقول التعويد من الصغر على المي هو كثير مهم، ونشوف نحن فيديوهات ودول متقدمه اليوم الطفل بيكون عمره اشهر بتلاقيه بقلب المسبح. يعني قد ايه بلفتك اليوم انه بعمر سنه هو قادر مثلا سنه ونص قادر يحرك ويعمل حركات صح. نحن بجوز بعد مرحلة كتير عمرية منزلته بالمي وإذا ما نزل نقول له يا شبان تماما. يعني بصير إهانة نفسية إهانة جسدية، والحق بيرجع على الأهل إنه نحن بعمر صغير ما دربنا هذا الطفل تماما. ما هي أنا صح اليوم صار عندك أنت اليوم كوتش وهو هذا الطفل عنده عقدة الخوف، شو هي أهم الخطوات اللي بتشتغلي عليها؟ بفكرة إنه الأهل قديش هن دائما بخوفوا الأولاد. إحنا كان في عنا طفل هو وأخوه مسجلين، فوقت بده ينزل بالمي أبوه عن بعد وبس يشوف أبوه يبطل ينزل يجي أبوه يبلش فيه إنه لا بدك تنزل معه. الآخر شيء اضطرينا نقله للأب إنه خلال فترة التدريب لتورجي للولد والشاك إنه خلص خليك أنت برا وخلينا نحن نتعامل مع الطفل. هلا أول شيء أنا وقت بدي بلش إنه روح الخوف عنه للطفل، أول شيء ممكن أمسكه إنه شو رأيك ننزل على الحفة، بلش رش له شوي مي على وشه على راسه وبعدين ينزل معي، بلش العب انا وياه بالمي، ممكن جيب طابه صغيره شو رايك تزت لي اياها. هلا في طفل من الاطفال كثير كان عنده خوف فقلنا له لوالدته الدرس الجاي جيبي لنا اكثر لعبه هو بيحبها، ف
فجابها للعبة، مسكناها للعبة، نزلنا انه تعال انزل انا وانت ولعبتك، نزل تقبل انه في معه لعبته اللي هو بيضل بيلعب معه بالبيت، صار يلعب، صار الحركات اللي انا بدي اعلمه اياها يعلمها اياها للعبة تبعه. مثلا بنبلش انه تعال انا وانت ورفقاتك بدنا نبلش لعب، خلص هو ما بقى نسي فكرة انه انا بالمي وهذا الخوف، لا صار بده يلعب مع رفقاته، صار بده يطرشني بالمي، صار بده يتسابق مع رفقاته. هلا اهم شيء انا عم اقول لك انه وقت بيكون في ثقة بين المدرب والمتدرب قسم كتير من التمرين خلص بيريحك اكيد. يعني مثلا في اهل انه ايه خلص معلش زدتي او انه ايه زدتي، ولكن اليوم في حاجز مفروض انكسر، بس انا وقت بدي زدته هو خلص ما رح يكون في عنده ثقه فيني. صحيح. انه لا انت كوتش معناها رح تتركيني بالمي. هلا نحن دائما حتى وقت بتكوني انت ماسكتي مثلا حاطتي له الدفه، انت ما بتكوني لاقيتي، مجرد وجودك بجنبه خلص هو مرتاح نفسيا، انه كوتش ما تتركيني. هذا الشيء دائما بيعمل له راحه نفسيه، بس مجرد ما انت هي كله بيرجع بقول لك انه اهم شيء الثقه بيناتهم هي الأساس. أكيد. يعني يمكن كمان خلينا نقول إنه في بعض من الأهالي صحيح ممكن يعلموا أولادهم السباحة من الصغار من عمر صغير، لكن بنشوفهم بيخلين يعتمدوا على الشومبرين على الفواشات بالمسبح أو بالبحر، يمكن هذا الشيء ما بيخلين يعتمدوا على حالهم، ممكن يكبروا ويضلوا متعودين عليهم. هل هي فعلا آمنة؟ أنا بحس أحيانا إنه خطيرة، ممكن أحيانا البحر يسحبون يسحبون الموج. خلينا نوضحها قد ايه مهم نحن نعودهم إنه بدونهم هدول. هلا بداية انت مشان يبطل يخاف تمام عادي ينزل. اساسي يكونوا بالبدايه عادي، لا مو اساسي، ما في تقولي مشكله. هلا اساسي ما انه اساسي مو اساسي، لا في منه أساسي. ممكن ينزلوا بدون هلا انه لا انا بحاول اول مره انه خلص تعال، طيب انت هي بدك اياها انه امشي ننزل، بس المره اللي بعدها خلص انه لا ما في، تعال نجرب بدونه. صحيح. تعال مسوك بايدي وتعال نجرب. فهو لحاله مثلا هو درسين ما بقى بيقبل يمسك بشي، بيصير بيقول لك حتى بدي انزل بلا البورد تبع السباحه. أه. بدي انزل لحالي. يعني هي كلها بتلعب على عامل الخوف اللي هو بالاساس بيكون عنده. انت بس تروحي للخوف، هلا انت حتى وقت بيكون هو بشمبرين او اي شيء ثاني مساعد وسيله مساعده، هي كلها نتيجه الخوف يلي عنده. بس يتخلص من هذا الخوف خلص انت بتكوني تجاوزتي كل شيء. فالاساس انه خلص انا بطل يخاف، ما بقى في اي شيء مساعد له. بس طيب خلينا هيك نروح شوي لبعض الحالات اليوم وبنشوفها، وحضرتك اكيد كونك كوتش بتمرق معك اشخاص بينزلوا على المسبح بعد يعني خلينا نقول دقائق من نزله المي بصير عندهم حاله تشنج عضلي بالرجلين. هلا هي القصه ممكن تصير مع حدا مننا يعني. صح. وبتعمل مشكله بقلب المي يعني كثير صعبه، موجعه وبتلبك يعني. صح. اليوم شو سبب هاي القصة بتكون؟ هلا بداية الشيء الأهم أنت قبل ما تنزلي على المي، أنت حرارة جسمك حرارة وحرارة المي حرارة. بداية نحن دائما نشدد إنه أهم شيء قبل ما يبلشوا التمرين قبل ما يبلشوا التمرين السباحة لازم الأولاد يكون في عندهم فترة إحماء تهيئي جميع العضلات. يعني نحن مثل ما قلنا إنه السباحة، أنا السباحة عم تأثر على كل أعضاء جسمي، عم تأثر على عقلي، عم القلب، الرئتين، الذراعين، القدمين، عم تأثر على كل شيء. فأنا وقت بدي أنزل على المي لازم أكون مهيئة أنا كل هاي العضلات اللي عندي إياها. فوقت أنا بشتغل وبهيئة لهاي العضلات بعدين بنزل على المي، فالعضلة مهيئة، ما بقى أنا وقت بنزل فوراً بتتشنج، لا بالعكس خلص أنا هيئتها، حميت، بعد ما حميت نزلت على المي بلشت بالتدريج بالتمرين. أنا ما فوراً بقول له يلا بسرعة روح سباحة مثلاً حرة روح رجع، لا بتدرج له. في شيء بالتدريب اسمه حمل التدريب. التدرج بحمل التدريب، هذا التدرج هو اللي بيجنبني تشنجات. انا بتجنب هيك كثير، يعني فتره الاحماء اللي قبل السباحه هي اهم من السباحه. ممكن حتى له علاقه نقص الفيتامينات او شيء بالجسم، ممكن واحد يرجع على النقطه يعني. ممكن كمان يعمل هيك. تمام. تشنجات. المي، المي كثير مهمه. هلا في منهم بيقولوا لك انه لا اذا بدك تلعبي رياضه لا تشربي مي، غلط، بالعكس لازم دائما كل ما عطش تشربي. بس الشيء الغلط دائما بشرب المي، انا وقتها بيكون دقات القلب عندي كثير متسرعه وبشرب مي مجمده، هون وقتها بيكون ممكن يصير في تاثيرات سلبيه. بس غير هيك لا، لازم دائما انت تمدي جسمك بالمي كل، يعني بيقولوا لك كل 10 دقائق ربع ساعه لازم تشرب. خلينا نوضح كمان مو بس المي، اليوم الاكل بتلاقي كثير من الاشخاص ممكن ياكلوا قبل السباحه، يعني قديش هذا الشيء غلط وقديش ممكن ياثر سلبا على صحه اجسامه. هلا في اول شيء ممكن يعمل له اول ما ينزل على السباحه بيقول لك معدتي عم توجعني بدي استفرغ، وبس يطلع بيكون جوعان كثير. تماما دائما. فانه اهم شيء مثلا خلص انا قبل بساعه ونص ما بقى طعمي للطفل، ممكن تفاحه، ممكن قطعه فواكه، مو اكثر من هيك.
لأنه أنا هذا الجسم اللي بدي مرنه خلص الجسم بدال ما يكون متجه على عملية الهضم ونزله على المي أعمل عسر هضم، لا أنا بخليه خلص يكون الجسم حتى متهيأ بينزل السباحة بيكون جسمه مرتاح. طيب خلينا نحكي بعد الأشخاص هيك بسؤال الأخير لحضرتك، في شوية محاذير وليس ممنوع اليوم أنه ينزلوا بالمي ويروحوا للسباحة العنيفة، يعني بجوز عندهم بعض الحالات المرضية مثل أمراض القلب، ممكن حدا يكون عنده موضوع الفوبيا ضغط ينزل، شو هنن أهم الحالات اللي ممكن يكون في شوية محاذير؟ هل اليوم في بعالم السباحة محاذير لأشخاص عندهم أمراض؟ هلا أول شيء نحن بنقول دائما اللي بيكون عنده مرض قلب ما يشهد نفسه، هاي أهم شيء. بس هالمحاذير ما في أي رياضة بتمارسيها بالحد المنتظم تبعها وضمن معايير محددة ما إلى إذا دائما ضمن المعقول كل شيء. بس أنا لهيك دائما مو بس يعني إنه دائما بترجى الأهل إنه أنت وقت بدك تسجل ابنك أو بدك تحط دورة سباحة كثير مهم الشخص اللي بدك تحط عنده أو تدرب عنده، أنت شوفه هل هو شخص أكاديمي، هل هو شخص عنده أرضية علمية، أنت لا رابط القسم النظري مع القسم العملي، كثير مهم يكون مثلا مدرب سباحة ملم بالإسعافات الأولية لأنه ممكن كثير يكون في حالات صحيح. أنت تصير معك بالمسبح شخص ما أنا ملم ما بيعرف، وبنفس الوقت وقت بيكون في عندك خبرة بالإسعافات الأولية بالإنقاذ بكل هاي الأمور أنت كثير ممكن تتجنبي حالات ممكن تأدي بقلك ممكن في أشخاص يموتوا أكيد بتقدري تساعديهم لحظة هي لحظة يعني صحيح. لحظة تماماً لحظة صحيح. هي ممكن أنت فكتير مهم إن شاء الله بالسلامة كتير مهم الأهل يشوفوا مين عند مين عم يتدرب أكيد. يروح معه درس اثنين أنا بعد شهر روح شوف ابني وين وصل أكيد. كتير مهم الشخص اللي بدك تسجلي عنده تعرفي أنه هو شخص أكاديمي شخص عنده أرضية علمية. وبالختام يعني سنابل بنتمنى من الأهالي اليوم في كتير أطفال معطلين ببيوتهم أغلبهم مسجلين بنوادي صيفية عشان الموبايل بنتمنى أنه أكيد يركزوا على رياضة السباحة وعلى أهميتها بدنا نشكر وجودك معنا نورتينا شكرا لك كوتش وأكيد بالسلامة للجميع شكرا لك. أما نحن مكملين بصباحنا لليوم وحنروح لفاصل ونرجع لآخر فقراتنا وختام مشوارنا الصباحي لليوم رح نحكي عن موضوع طبي متلازمة الكولون العصبي من الاضطرابات الشائعة يلي بتصيب المعدة والأمعاء حالة مرضية مزمنة للأسف يمكن ما في علاج لها الأعراض بتختلف من شخص للآخر لكن نحن قادرين أنه نسيطر على بعض هي الأعراض إن كان من تخفيف التوتر أو نمط الحياة أو التغذية والنظام الغذائي اللي هنن داء ودواء بنفس الوقت لجسم الإنسان أكيد وقت منقول كولون عصبي يعني مين اليوم مننا ما عنده هاد الداء يعني هو أكتر شيء وقت منقول عصبي فأكيد اليوم الستريس الوضع بشكل عام هو اللي عم يعمل هاي القصة فهو اليوم كأنه الحالة بشكل عام يعني طبعا دائما التوصيات الدكتور بيقول أنه روحوا للأغذية اللي بتحوي أكتر ألياف ممكن تخفف دائما بيقولوا لك أنه ابتعد عن التوتر هاي القصة ما حدا في يبتعد أبدا لأنه هي مفروضة ببعض الأوقات بشكل كتير كبير. اليوم لنحكي أكثر عن هذا الموضوع. اليوم نحن كيف قادرين نخفف وليس نلغي. اليوم ما في شيء اسمه رح نلغي الكولون العصبي. في إنه نحن نخفف رح نحاول نخفف أكيد من بعض مع بعض النصائح يلي حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم وهي الأخصائية التغذية عنان دلة ماجستير في علوم التغذية. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. سريس ولا رواء؟ لا رواء اليوم. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. كل عام وانت بخير بدايه وانت بألف عيد ميلادك ان شاء الله بينعاد عليك بكل خير والصحه الله يسلمك ضلوا بألف في كيك اليوم في كيك طيب الكيك ما بيعمل في تمرينات اليوم ما بيعمل كولون عصبي الكيك بلا بيأثر هو بشكل سلبي بس انه هو يوم يعني تمام خلينا نبدا بموضوعنا اليوم الطبي يعني لما نشوف شخص عم يوجعه بطنه او عنده انتفاخ بنساله شبك بيقول لنا كولون عصبي شخص ثاني كمان كولون عصبي طب هذا الشيء فينا نقول انه صار مرض العصر يعني خلينا نوضح بداية متلازمة الكولون العصبي تمام هلا الكولون العصبي متلازمة الكولون العصبي مرض الكولون العصبي له عدة أسماء حتى ممكن نسميه أو له تسميات متلازمة الكولون أو الكولون المتهيج لكن احنا بالعامية بالدواء بنقول الكولون هي حالة صحية مزمنة بتصيب الجهاز الهضمي بتصيب بشكل خاص الأمعاء الغليظة هي الكولون فبتعمل فيها اضطرابات فبصير عندي انا اضطرابات بالكولون العصبي بصير عندي اضطرابات بحركه الامعاء اصلا هي لها ممكن نقول احنا عده اسباب فهي بتصير عندي انا يا اما بيكون دفع الطعام بسرعه كبيره جدا فبتعطيني هذا الشعور بالمغص والتقلصات او بيكون دفع الطعام منخفض جدا كمان بيعمل لي هذا الاضطرابات
أكيد. طيب أكيد اليوم في أسباب عم تخلينا نقول عم تزيد الحالة أو عم تهيج الكولون لحتى توصل اليوم لمرحلة أنه أنت تتضايقي بشكل كامل، إن كان بأكلك إن كان بقعدتك حتى بالنفس يعني. طبعا. أحيانا الشخص بيفكر أنه أنا عندي شيء بقلبي، أنا صدري طبع، أنا ماني عم بقدر أتنفس، بتروحي للتشخيص يعني بيطلع معك آخر شيء الكولون، أنت بتكوني رايحة لأزمة قلبية يعني أو لحالة قلبية. خلينا نحكي عن أهم الأسباب اللي قادرة بلحظة أنه تهيج هاي الحالة عنا. اوكي، هلا بشكل عام وتحديدا يعني ما عندنا اسباب مباشره للاصابه بالكولون العصبي، يعني ما فينا نقول هذا الشخص ليش انصاب بالكولون العصبي. ممكن بعد المراجع بترجح انه هي ممكن يكون احد افراد العيله مصاب فيه، ممكن الحاله النفسيه نحن من اسمه كولون عصبي، فهو اكيد من العصبيه من التوتر والستريس يعمل لي اضطراب بالكولون العصبي. ممكن بعد اصابه شديده باحد الامراض بالجهاز الهضمي ممكن تسبب لي اضطرابات بالكولون العصبي. كمان النمط الغذائي اللي كنا عم نحكي، نحن النمط الغذائي هو العامل والمسبب الاول، يا اما انا بيريح لي الكولون العصبي يا اما انا بيعمل لي اضطرابات شديده بالكولون العصبي. نشوف مرضى الكولون العصبي مثل ما ذكرنا بالبدايه انه هو بصير عندي اضطرابات بحركه الامعاء بالتقلصات اللي بتصير عندي. كمان هدول الاشخاص بنشوفهم نحن صار عندهم حساسيه اكثر، بيملكوا اعصاب بالجهاز الهضمي تملك حساسيه اكثر، بالتالي انا وقت بتناول او المريض الكولون العصبي وقت بيتناول الاغذيه بتعمل انتفاخات مثل البقوليات مثل الزهره، اي شيء بيعمل انتفاخات وغازات، فعندهم الحساسيه مفرطه لهي الانواع من الاطعمه. تمام، يعني عم نركز على نمط الغذاء قديش ممكن اليوم ياثر فعلا بشكل سلبي على صحه اجسامنا وتحديدا الكولون العصبي. خلينا نحكي انه فئه الشباب او المراهقين او كلنا بشكل عام بنلجا للوجبات السريعه للاكل الجاهز بعيدا عن الاكل الصحي، خلينا نوضح اضرار هذا الغذاء على الكولون. تماما، هلا بالبدايه الكولون العصبي بيصيب اي مرحله عمريه، بس دائما النساء معرضه للاصابه فيه اكثر من الرجال. طب هي النصيب الاكبر لإلهم اليوم هن معرضين بشكل مضاعف اكثر. هلا ممكن دائما نحن التقلبات المزاجيه للمراه تلعب دور لهذا الشيء، او بس انه بتعلق بالحاله المزاجيه ممكن والعصبيه، ممكن الحاله النفسيه، ممكن ترتيبات جسم المراه، شيء وراثي جيني متوارث ممكن يعني، بس نحن مثل ما قلت لك ما في شيء محدد 100% انه انا اذا احد الابوين عندهم كولون عصبي ممكن الاطفال يطلع ما في شيء مثبت عندي، ما في شيء مثبت. وممكن يكون انا بعد زعل بنشوف نحن شخص صاب كولون عصبي يعني ما كان بيعاني من اي اعراض، فجاه بتظهر عنده اعراض الكولون العصبي. اعراض الكولون العصبي كثير مزعجه وعم تتفاوت من شخص لاخر، يعني بعض الاشخاص تشوفيها عندهم خفيفه، تطبل، تقلصات بالبطن، انتفاخات، مثل ما ذكرتي بعض الاشخاص بتوصل عندهم انه هن يروحوا اسعاف على المشفى ببعض الحالات، بيفكروا انه هن قلبهم في شيء لانه هي هون بتصير الانتفاخ، حتى هون بتحسي حالك انه انت قلبك في شيء يعني تسلح. فهي من الكولون العصبي كثير اعراضه مزعجه. هلا ذكرتي بعض الاطعمه انه ممكن تسبب، اذا هيك حبينا انه نروح لموضوع الالياف اللي دائما بينصح الاخصائي التغذيه انه كثر من هي الماده ممكن يخفف، حتى الملوخيه انا بعرف انه بس طيبه يعني يعني ان كل الناس تعرف انه هي مؤذيه للكولون وممكن تعمل هذا النفخه وتعمل تشنج، بس الناس بتحبها يعني ما فيها تبعد عنها. خلينا نتوسع اكثر بهذا النقاط، واذا بدنا نروح لموضوع الالياف شو بتنصح؟ خلينا نتفق نحن انه كل شخص له خصوصيه، يعني مثلا انا وانت مريضين كولون عصبي، شيء بيضايقني بجوز ما يضايقك والعكس صحيح، شيء بيريحني بجوز ما يريحك، فكل شخص له خصوصيه. لهيك وقت بيجي لعنا نحن مريض كولون عصبي حابب يعمل حميه او حابب ينزل وزنه، فدائما بالمناقشه نحن هو دائما الشخص طبيب نفسه بيعرف انه من يعني السيره الذاتيه لحياته بعد ما ناخذ ونعطي معه انه انا هذا الشيء اللي بضايقني هذا الشيء اللي بيريحني، لانه هو خلص صار له اشهر او سنوات بهذا المرض. خلينا متفقين انه الكولون العصبي قبل ما نظلم البقوليات والاغذيه بتعمل نفخه، الشغله الاولى مثل ما حكينا اللي بتضره هي الحلويات والاطعمه الدسمه او الاطعمه الجاهزه، فانا كل شيء طيب تمام كل شيء من برات البيت فانا وقت بعتمد كثير على الحلو، شخص كثير عندي نهم وشهيه كثير للحلويات، باكل كثير مقالي كان من برا وكان من جوا، انا معتمده كل يوم، في ناس بتحب كل يوم تقلي بطاطا او يوم ايه يوم لا، هي المقالي كمان بتضر الكولون العصبي. فبعد تجاربنا مع الاشخاص اول ما نعمل حميه غذائيه ونبعد عن كل شيء دول مضرين ما بيقعدوا بيتضايقوا مثل وقت هن بياكلوا البقوليات، فشوي انا بحس دائما مع تجاربي مع الاشخاص البقوليات مصدومه
طبعا تعمل انتفاخ، وممكن بعض الاشخاص اشد الانتفاخ عندها من اشخاص ثانيه، بس ممكن انا بعض هيك الممارسات خفف من نفخه الكولون العصبي بعد تناول البقوليات مثل شرب الكمون والليمون، الشمره، نقع البقوليات بمي بارده قبل السلق، ممكن تخفف لي من موضوع الكولون العصبي. هلا اكثر الكمون نحن يعني حتى شائع، اليانسون كمان، البابونه، هذول الامور هلا هذول اكثر بيهدوا الاعصاب من كمون للنفخه للامعاء. تمام، خلينا نحكي اكثر. يمكن ذكرتي شيء عن الحميه، اليوم لما مرضى الكولون العصبي بيسمعوا بهالكلمه بحسوا انه خلاص هنن محرومين من كثير من الاكلات الطيبه، من كثير من الامور، كيف ممكن نحن اليوم نوازن ناخذ يعني الفائده كمان ما يصير في عندنا نقص ببعض الفيتامينات او المعادن المهمه للجسم؟ اول شيء لازم نركز نحن على موضوع الخضار، موضوع الالياف لازم نتعمق فيها. بعض نحن دائما الكولون العصبي مقسم لعده انواع، لثلاث انواع تقريبا، كولون عصبي مع امساك، كولون عصبي مع اسهال، كولون عصبي مختلط، يعني ممكن نشوف في عندي امساك واسهال متناوب عند الشخص. فالاشخاص اللي بيعانوا من كولون عصبي مع امساك انا ضروري يزيد من كميه الالياف اللي عم يتناولوا، ودائما كميه الالياف هي مقسمه لاثنين، الياف قابله للذوبان بالماء والياف غير قابله للذوبان بالماء، لازم انا اخذ دائما هدول الانواع بالتوازي، باخذهم بقدر انا اكيد من الخضار، ركز حتى على الخضار الورقيه، السبانخ، جرجير، انا ركز على الخيار، ركز على الجزر اللي بيحوي الياف قابله للذوبان بالماء وغير قابله للذوبان بالماء. بدي ركز كمان على شرب المي كثير منيح حتى انا سهل من حركه الامعاء، بدي اخذ المشروبات اللي حكينا عليها لتخفف لي شوي من الانتفاخ والتطبل اللي ممكن يصير عندي، بدي احاول اخذ كمان قسط كافي من النوم لانه ايام قله النوم تعمل ستريس وبالتالي بتنفخ الكولون العصبي، وبدي احاول يعني نوعا ما هدي حالي وما اكون عصبيه. بنقولها بخجل هاي النقطه، بدنا نحاول انه ما نعصب اليوم. ذكرتي انواع للكولون، طيب اليوم شو هي الاعراض اللي بترافق يعني الشخص اليوم، كيف انا قادره اميز انه انا عندي وجع معده او كولون او عندي حاله مرضيه؟ هل ممكن اليوم تتشابه اعراضه مع حاله ثانيه او في شيء بيميزه يعني بيقول لك انا الكولون العصبي؟ نفخه، تطبل، ممكن ايام بحس انا بحركات غير منتظمه بالامعاء. طبعا هذا الموضوع التشخيص نحن نتركه لطبيب الهضميه المختص بهذا الموضوع، بس الشخص حس حاله هو اكثر من يوم بالاسبوع عم تجي هي الاعراض عنده، عم ياكل اكل معين وعم يتضايق منه، فهو نحن هون بنقول له ضروري يراجع طبيب هضمية بس يشخص له الحالة، بقى هون بيتحول لعنا نحن نعمل له حمية. بدي نوه بس لموضوع انه نحن مرضى الكولون العصبي بعضهم او خلينا نقول 90% منهم عندهم حساسية للجلوتين يعني للقمح، فمنلاحظ بس نحن حذفنا لهم الخبز الابيض، بس حذفنا لهم اي شيء من القمح داخل او شيء داخله بالجلوتين، فهن بيرتاحوا ما بيعود عندهم هي التطبل او هذا الانتفاخات. فمنلاحظ انه نحن تجنب الجلوتين. بعض الاشخاص الثانيين عندهم حساسيه لللاكتوز، منتجات الالبان، الحليب، السكر. طيب سؤال، هي الحساسيه ممكن تكون موجوده عند شخص من الصغر ام لا هو ممكن يكتشفها على كبر؟ هلا هو بده يكتشفها على الكبر وقت هو بده يصير عنده كولون عصبي، وبده يجتمعوا هدول الاعراض كلهم سوا. فنحن لهيك الحميه الغذائيه بتكون انه نحن نبلش مع الشخص، نبلش نجرب اكثر من قصه، نبلش نحذف له نوع من الاطعمه لفتره اسبوع مثلا، بس ارتاح بنعرف انه نحن هاي الاعراض عم تجي من هذا النوع من الاطعمه. بس كبر وبلش يعصب. طيب خلينا نروح، ذكرتي الحميه وهي يمكن اهم شيء مع شرب المي اليوم لاقدر انا خفف، وقلنا نحن ما فينا نلغيها رح نروح للتخفيف. اليوم دوائيا اليوم وقت بده يتدخل الطب بهي الحاله يعني شو ممكن يقدم الطبيب المختص؟ كمان هذا الموضوع نحن ما بنتدخل فيه دوائيا، مسكنات مثلا يعني لا، في انواع ادويه معينه تنعطى من قبل طبيب الهضميه، في عندنا عيارات وفي عندنا جرعات معينه حسب الحاله اللي بشخصها الطبيب. نحن دائما بنحاول غذائيا نتدخل بالموضوع وحتى نفسيا، لانه هو كثير شخصيه او نفسيه الشخص بتكون تعبانه، لانه حتى المراه يعني وقت بيكون عندها الكولون العصبي منتفخ بيكون عندها بروز شديد بالبطن، فهي كثير وخاصه موضوع الصيف وثياب الصيف كثير بتكون هي خجلانه او متضايقه من هذا الموضوع، نحن نحاول نخفف لها هذا الموضوع. بس هو متهم ببعض الاحيان، احيانا بتكون بدانه القصه من الكولون العصبي. يعني عنان بالختام، ممكن في نسمع بشيء اسمه سرطان القولون العصبي، امتى
سمح الله ممكن الشخص يتعرض لهي الحالة، وهيك نصائح أخيرة من حضرتك لنحافظ أكثر على صحة أجسامنا من الكولون العصبي. ممكن سرطان الكولون العصبي يكون بمراحل متقدمة، طبعا هي ما لها علاقة بالكولون العصبي، تكون مرتبطين ببعض. هي حالة صحية بنعرف نحن ممكن تصيب أي شخص لا سمح الله. إن شاء الله يعني الله يبعده عن الجميع. أكيد يا رب السلامة. بدنا نركز كمان ما ننسى موضوع الرياضة، لأنه هي كتير بتخفف من الستريس وبالتالي بتفيدي بموضوع الكولون العصبي. شرب كميات وافرة من المياه، ودائما بنحكي الاعتدال، يعني مو يعني إذا أنا مريض كولون عصبي فلازم نحرم من الكيك ونحرم من العزايم ونحرم من أي شيء، لكن الاعتدال دائما ممارسة بعد كيك اليوم يعني مرة يعني دائما الصحة النفسية بتلعب دور، وضلوا بألف خير يا رب. أكيد دائما بنقول نحن الصحة النفسية هي أساس بكل الأمراض، يعني داء العصر، يعني وقت تكون أنت نفسيتك تعبانة وعندك هذا الهم أكيد رح يأثر مو بس على الكولون، حيعمل لك ألف كولون بألف جهة يعني. فدائما نحن نقول الصحة والسلامة للجميع، وأكيد بدي أتشكر حضورك لليوم أخصائية التغذية عنان دلا ماجستير بعلوم الأغذية. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا. شكرا لك. وهلا رشا وصلنا لختام مشوارنا الصباحي، ومشاهدينا صار وقت نودعكم، ويتجدد موعدنا بكره بنفس التوقيت الساعه 9:30. لا تنسوا تتابعونا بكره بفقرات وضيوف مميزين، ومن هلا لبكره تبقوا بألف خير. بقيت نهار حلو لكم، وتقضوا برفقة الأشخاص اللي بتحبوهم، يكون نهاركم هيك مليء بالأشخاص الإيجابيين، الأشخاص اللي دائما هيك بيفعلونا أنه يومنا حلو. ودائما أكيد بنقول الحظ دائما هيك بعت الحظ لكل حدا. وجبران الخاطر كل الشكر للكادر الفني اللي رافقنا، أكيد والمعدي حلا سلمان، شكرا لكم، باي باي.